في عطاء، في انتماء، في مشاكل كانت كبيرة، وبهاي المراحل شافوا انه لازم يطلعوا بإشي اسمه تآخي. ولا لا يا رياض؟ ولا لا يا حسام؟ محتاجين تآخي، محتاجين انتماء. جمعية شباب جلجولية وقفت جنبنا من فترة طويلة بترميم أجزاء كبيرة بالمدرسة، إنشاء حدائق بالمدرسة. رافقوا معلمين ورافقوا طلاب ورافقوا إدارة، وأنا بعرف أنهم مرافقين بلد. اليوم بدنا نحيي مع بعض جمعية اللي لها جزء كبير من اللي صاير اليوم، جمعية شباب جلجولي وعلى رأسهم رياض. كلمة بسيطة عن حسام، تفضل. عن الجمعية تفضلوا. اعطونا لحسام. الفترة اللي مركزت في جلجولي كانت فترة كثير صعبة على كل الشباب. جمعية شباب جلجولي تألفت من شباب اللي جمعوا بعضهم من وقتهم الخاص، اللي شايفين أمور كثيرة في البلد اللي الكل بيقول يلا بيعنينيش، بعدين بتتساوى، بكرة بكيمها بعده بساوي. الكل بيرمي المسؤولية على الثاني. فاجتمعنا عدة شباب من جلجولي اللي همهم المصلحة العامة، من كل العائلات، من غير هدف سياسي، من غير أي هدف، هدف تطوع من وقتنا الخاص، من جهدنا الخاص، من معلوماتنا اللي موجودة عندنا، من البنك الموجود عندنا، من تبرعات كثير ناس اللي ساهمت وقامت بإسعاد ومساعدة الكثير في هذا البلد. الجمعية لها شغالة شهر، إلى مشاريع ملموسة وإلى مشاريع مستقبلية اللي احنا قاعدين بنلم تبرعات لها، وبنتمنى من الكل انه يشاركنا فيها. في كثير ناس تبرعوا وعدونا، وكثير ناس اللي بنكتسب بخبراتهم الكبار اللي في امور التعليم، في امور الانشاءات، في كل المجالات. من هنا بندعي الجميع انه ينضم لجمعية شباب جلجولي، جمعية اللي بتضم شباب من وقتها الخاص، تبرع، مساعدة اهل البلد، التآخي والعطاء. العطاء اللي كان في جلجولي ملوش مثيل في كل الكرة. اليوم الكل بيقول بيعنيش بعدين. فمن هين بدأوا الجميع اللي بيقدر يساعد، اللي بيقدر ينضم لنا. إلنا أطار فيسبوك شغال صار له شهر، وأهلا وسهلا بالجميع.